نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة في عزبة عبد الرحيم بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية وتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. جينا كشفنا، كان عندي عظام كشفت، عملت أشعة، كل ده مجانا، وخدنا العلاج كله مجانا. بنشكر الناس اللي جات لنا هنا، بصراحة عاملين شغل حلو قوي قوي، والدكاترة ربنا يبارك فيهم نفسهم كويس معانا ويسمعونا. واحنا دخلنا قطعنا تذكرة وكشفنا هنا اهوت دلوقتي في قرية عزبة بتاعت عبد الرحيم. القافلة الطبية هنا ما شاء الله عاملة شغل كويس، والعلاج هنا مجاني، وهنا ما شاء الله أكبر دكاترة يعني.